بالنسبه للاستاذه سهير بتقول انها بتصلي صلاه الفجر وبعد كده بعدها تقول بصلي حاجه اسمها سنه الصبح بعد صلاه الفجر وهل اللي انا بعمله يعني هقول لحضرتك بالراحه حضرتك هتعملي ايه انا بصلي بيرفع اذان الفجر وانا ببتدي اصلي سنه الفجر الصبح الفجر الصبح كلمتين بمعنى واحد يعني الفجر هو الصبح والصبح هو الفجر ما فيش فرق بينهم يا صاحبة السؤال بصلي اللي بتوضى وبعدين أصلي السنة بتاعة الفجر وبعدين أصلي ركعتي الفجر ما أصليش حاجة بعده سنة الفجر بصليها قبل فرض الفجر وبعد كده هي سنة راتبة قبلية وبعد كده أصلي الفرض اللي عليه دي اسمها صلاة الصبح ودي اسمها ده الفجر هو الصبح والصبح هو الفجر عشان بس الناس ما تلخبطش نفسها وحضرتك برضو ما تحسيش باللخبطة